اهلا فندم، اهلا بحضرتك. منورنا يا فندم، وطبعا تحياتي لحضرتك ولكل الشعبه على هذا القرار، نقول الجريء، وفي هذا التوقيت بالذات التفافا حول مصلحه هذا الوطن والشعب المصري. لا فندم، ربنا يخليك. عايز اعرف بس من حضرتك اهداف المبادره والقرار اللي حضراتكم طلعتوا بيه. اكيد كتير جدا من الساده المشاهدين النهارده في كتير جدا شايف ان ممكن يكون في ارتفاع في اسعار نقول الاجهزه الكهربائيه، ولكن حضراتكم كان في مبادره لعدم زياده هذه الاسعار. حضرتك توضح اكتر للساده المشاهدين مفاد هذا القرار. بص يا فندم، الموضوع بمنتهى البساطه هي مبادره، طبعا هي مش قرار، لان احنا مش في ايدينا سلطه اتخاذ قرار بعدم رفع الاسعار او زيادتها او نقصها او ثباتها، لكن هي مبادره بمعنى نوع من انواع الفكر اللي بنطرحه جديد لرجال الاعمال الكبار، المصانع الكبيره، التجار الكبار والمستوردين الكبار. بنقول بمنتهى البساطه يا جماعه، يتم اعاده حساب التكاليف من اول وجديد بعد ارتفاع اسعار المحروقات والكهرباء والكلام ده، ونحاول بقدر المستطاع المصنع او الجهه اللي بتصنع او بتنتج سلعه او بتستوردها من الخارج تحاول تتحمل جزء من التكلفه، مش لازم ترفع التكلفه بالكامل. تمام. وفي بعض المصانع اللي في يعني في بعض الصناعات في مصر ارباحها اكثر من 100%. جميل. اعتقد يعني انت لما تكون ارباحك 100% كل شهر، يعني لما يبقوا 70% ولا 75% ماهيش مشكله. تمام يعني انت كسبت 10 15 سنه فاتت، فاعتقد انك تقف بقى شويه دلوقتي وتتحمل. المبادره موجهه اصلا لرجال الاعمال والمصانع الكبيره، لان الحسبه بمنتهى البساطه المصانع لو رفعت التاجر ما قداموش حل غير انه هيرفع. بالظبط. فنرجع نقول جشع تجار، هو ما بيبقاش جشع تجار، هو زياده الاسعار. الاهم بقى يا فندم في تجاوب من المصانع دي؟ في بص انا هقول لحضرتك على حاجه، للاسف انا عايز اقول لك بقى يعني للاسف، ان التجار والمستوردين استجابوا، المصانع لسه ما استجابتش. تمام. يعني انا في تجار واصحاب شركات عندنا استجابوا وبيبيعوا بضاعتهم بالاسعار القديمه. جميل. وهيستمروا بالاسعار القديمه فتره كبيره لغايه لما السوق يستقر شويه، لان الفكره كلها ان احنا مش عايزين ندخل على كساد، احنا في مرحله ركود. تمام. لو السوق دخل على كساد كله هيبقى مشكله. طبعا النقطه هنا انا مش هستنى لما الحكومه تيجي تعدل لي وتيجي تديني. بالظبط. ان واضح ان الحكومه عندها مشاكل ثانيه. اكيد. او باختصار الحكومه مش قادره على الملف ده لوحدها. تمام. والفكر اللي انا شايفه، معلش هو نقد للحكومه، لكن انا شايف ان الفكر الاقتصادي مش ماشي كويس، مش زي ما احنا كنا متخيلين. تمام. لان الموضوع كده في عصر مش في ترشيد، في فرق بين ان انا اعصر الاقتصاد وفي بين ان انا ارشد في الاقتصاد، الجزئين مختلفين شويه. تمام. المرحله دي بلدنا كلنا، معلش السوق لو كسب كلنا هنتعرض لكارثه والازمه كبيره، يبقى الحل ان احنا كل واحد يحاول يقدم اللي يقدر عليه. تمام. اللي يقدر عليه. ما بقولش البني ادم ما تزودش الزياده اللي جت عليك كلها، بس بقول له لو انت بتكسب 100% كفايه 70، لو انت بتكسب 50 خليها 35. تمام. لو انت مش قادر خلاص وبتبيع بالتكلفه يعني يا دوبك بتشغل مصنعك خلاص، ما بيد حيله. تمام. لكن في صناعات كتير جدا جدا في مصر بتكسب مكاسب ضخمه، اصبروا شويه الموضوع، لو الكساد هيحل على الكل، مش هتبقى على صناعه ولا اثنين ولا ثلاثه.